من أفضل المهاجمين المغاربة القادمين بقوة الدوريات الأوروبية الكبيرة هو اللاعب عبد الله الريحاني لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني في الرديف طبعا، إلى أنه عادة ما كيكون في الفريق الأول تدريبات الروخي بلانكو، كما أنه كيقدم أداء جيد عند التواجد مع المنتخب الوطني المغربي في الفتيان وفي الشبان وفي الأولمبي. الموهبة المغربية عبد الله الريحاني اللي كيتألق بشكل كبير مباريات أتلتيكو مدريد الأقل من 20 عام غادي يكون تحت مجهر وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي للتواجد في لائحة الأسود في الفترة المقبلة، خاصة وأنه كيمتلك مقومات اللعب الهداف بالفطرة بالنظر إلى توفره على إمكانيات بدنية عالية وسرعة كبيرة. نقطة ضعف المنتخب الوطني المغربي عدم تواجد مهاجم صندوق بإمكانية جيدة رغم تواجد كل من يوسف النصيري وعبد الرزاق حمد الله ووليد شديرة وريان ماهي وأيوب الكعبي، إلى أنه هذه الأسماء ما كتقنعش عادة وعليها انتقادات لادعة وإن تفاوتت. وليد الركراكي كيحتاج مهاجم سوبر لمنافسة يوسف النصيري وزيادة الخيارات المتاحة في الخط الأمامي، والحل هو المنادات على مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني ولو على سبيل الاستئناس بأجواء الفريق الوطني كما حصل مع النصيري نفسه وأشرف حكيمي ومنديل أيام المدرب هيرفي رينارد. وليد الركراكي صرح قبل المونديال قطر بأنه كيتابع اللاعب وغيمنحه الفرصة بعد المونديال للتواجد مع المنتخب الوطني المغربي في الفترة المقبلة، وهذا ما قد يحدث في المباريات الودية القادمة اللي غيخوضها أسود الأطلس استعدادا لكأس الأمم الإفريقية القادمة ساحل العاج وكأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية في 2026. المهاجم الشاب المغربي كيتعتبر حاليا الهدف الأول ذات الفريق، حيث رفع رصيده التهديفي إلى 11 هدف بفضل الهدف اللي سجله بمرمى شبان فريق بلد الوليد خلال الدورة 17 من بطولة إسبانيا لفئات تحت 20 سنة، وكيبلغ عبد الله الريحاني 19 عام، هو دولي بمنتخب المغرب للفئة المذكورة، وكان كيلعب سابقا بإحدى أندية الهوات بإسبانيا، يحمل اسم دام، لينتقل منه إلى الروخي بلانكو، وفي بعض المرات كتمنح الموهبة المغربية فرصة التدرب مع الفريق الأول لأتلتيكو مدريد تحت قيادة المدرب ديغو سيميوني، خاصة عندما يلتحق لاعب الفريق منتخبات بلدانهم. هذا الشيء اللي عندنا في هذا الفيديو، كنتمنى لكم